نأيب النفس يساهمون بالعدوان على سوريا. البيت الأبيض، القرار النهائي بالضرب على سوريا لم يتخذ بعد. تهديد ترامب يغير مسار الشرق الأوسط. عدلنا مسار الطائرات اللي مساء يوم الجمعة، اللي يبنى على الشيء مقتضى، بعد ما نشوف إذا منمدد ولا خلص اكتفينا بالمدة. ما تبعات الضربة المحتملة؟ روسيا وإيران ونظام في سوريا يعني بالتحولات في الميدان فرضوا أمرا واقعا شديدا لمصلحة، يعني في ميزان قوى اختل ضد أمريكا. بين الأمن والطعن، ما مصير الانتخابات؟ وهذا القانون اليوم ساري المفعول نظم كيف بينتخبوا بالدورة المقبلة مش بالدورة هذه. الحريري مدافعا عن نتائج مؤتمر ساد. استقصدنا أن يكون في لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات اللي حضرت ساد. صباح الخير. تترقب المنطقة ساعات حاسمة ستقرر فيها أمريكا ضربة عسكرية لسوريا. وفيما اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع وزير دفاعه جيمس ماتس المتردد في الخيار العسكري، أعلنت روسيا أنها تراقب الوضع عن كثب حول سوريا وعلى دراية بتحركات قوة بحرية أمريكية متجهة إلى الخليج. وأكدت وزارة الدفاع الروسية مجددا أن هجوم الأسلحة الكيميائية اختلقته جماعة الخوذ البيض، معلنة أن الشرطة العسكرية الروسية ستدخل دوما اليوم. وفي وقت كان العالم ينتظر قرار واشنطن إعادة الإدارة الأمريكية تكرار الاتهامات من دون إعلان خطوات محددة، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس يضع خيارات عدة على الطاولة لكنه يدرسها ولم يقرر أي شيء بشأنها بعد، لكنه يحمل كلا من روسيا وسوريا المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في دوما. بدورها كانت بريطانيا أكثر حماسة عسكرية من أمريكا، إذ أعلنت ديلي تيليغراف أن هناك أوامر لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادا لتوجيه ضربات لسوريا قد تبدأ مساء اليوم. وفيما استعدت النقاط العسكرية لأي ضربة محتملة، أعلنت المستشارة الرئاسية السورية بثينة شعبان أن ما نشهده من جنون غربي هو لمصلحة الإرهابيين. وقالت إن التشاور مستمر مع حلفاء دمشق من الإيرانيين والروس وحزب الله وصولا إلى الصين، وهم لن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن. ومحليا بدأ الترقب يأخذ شكل المواقف مع تجديد البيعة لبدعة النأيب النفس. وحيال هذه المعادلة أمسك وزير الخارجية جبران باسيل العصا من النصف، وقال إن لبنان متمسك بالنأيب النفس وأن لدى حزب الله ما يكفي من الحكمة ليتصرف بالشكل الذي يحمي لبنان. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أعلن لصحيفة الأخبار أنه لا يمكن للبنان أن يقبل باستخدام أجوائه للاعتداء على سوريا أو أي دولة عربية شقيقة، مشيرا إلى أن سياسة النأيب النفس لا تعني القبول بقصف أراض عربية واستخدام المجال الجوي اللبناني، معتبرا أن دعاة النأيب النفس في هذه الحالة يساهمون بالعدوان على سوريا. إذن أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل النظام السوري وسوريا مسؤولية هجوم دوما الكيميائي. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي أن القرار النهائي بشأن الضربة ضد سوريا لم يتخذ بعد، وأن لدى واشنطن العديد من الخيارات للتعاطي مع تطورات ملف سوريا فضلا عن الضربة الصاروخية. وقالت إن روسيا فشلت في ضمان تخلص سوريا من الأسلحة الكيماوية. ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن ترامب يشعر
قلق بالغ إزاء التحقيقات التي يقوم بها المحقق روبرت مولر. أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن لبنان يرفض أي اعتداء على سوريا مهما كانت المبررات، كما يرفض أي اعتداء كيميائي. وفي حديث مع قناة الجزيرة أكد باسيل أن حزب الله لديه ما يكفي من الحكمة ليتصرف بالشكل الذي يحمي لبنان، مشددا على أن لبنان متمسك بالنأي بالنفس وعدم التدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، ونحن مع كل عملية سلمية إصلاحية في سوريا. في واقع صار موجود أنه في إرهاب وفي اللي عم بيقاتل الارهاب، في اللي يكون عم بيقاتل الارهاب بحاجه الى اصلاح بدولته، الى اختياره ديمقراطيا، هيدا شيء ثاني، ونحن مع كل عمليه سلميه اصلاحيه بسوريا، بس هيدا امر ثاني. اي انا اكيد بحب شوف الطيران الامريكي عم بيغير على مواقع داعش اللي باقيه بعدها بالطرف الشرقي الشمالي بسوريا. اكيد ما يعني انا كمواطن لبناني ما بحب شوف طياره امريكيه عم تضرب القصر الجمهوري السوري، بحب شوف عم تنضرب المجموعات الارهابيه لنخلص منها. وبعدين النظام في سوريا ضمن حل سياسي يحاسبه شعبه، واذا اخطا على المستوى الدولي بضرب كيميائيه ساعتها كمان بيحاسبوا المجتمع الدولي نتيجه وقائع. اسرائيل قبل ايام استخدمت الاجواء اللبنانيه وضربت مطار تيفور العسكري في سوريا، واهالي المنطقه ربما سمعوا الطائرات وليس فقط اطلاق الصواريخ. ماذا سيفعل لبنان في هذا الشان؟ لبنان تحرك بالحاله الاولى وسيتحرك بالحاله الثانيه ويقدم شكوى. طبعا لبنان ما في يقبل بهذا الموضوع انه يصير امر عادي طبيعي، وخاصة أنه الطيارات أوقات عم تاخد شكل اعتداء على لبنان، أوقات بطريقة مرورة وبالانخفاض يلي بتمرق فيه هو. ولكن كمان هيدا الشيء على الدولة اللبنانية إذا صار في تمادي فيه أن تقرر الدولة اللبنانية، مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للدفاع، يجتمعوا ويشوفوا شو الإجراءات اللي بدها تتاخد سياسيا بمجلس الوزراء وعسكريا بالمجلس الأعلى للدفاع. أكد رئيس مجلس النواب نبي بري أن لبنان يرفض العدوان على سوريا الذي تخطط له بعض الدول الغربية وتموله وتحرض عليه دول عربية. وقال بري للأخبار إن أي استخدام للمجال الجوي اللبناني هو انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، ولا يمكن للبنان أن يقبل باستخدام أجوائه للاعتداء على سوريا أو أي دولة عربية شقيقة، مشيرا إلى أن سياسة النأي بالنفس لا تعني القبول بقصف أراض عربية واستخدام المجال الجوي اللبناني، معتبرا أن دعاة النأي بالنفس في هذه الحالة يساهمون بالعدوان على سوريا. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكد أن لبنان يلتزم سياسة النأي بالنفس عن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، وقال إن موقفنا واضح وهو النأي بالنفس، ووظيفتنا حماية البلد من تداعيات ما يحصل في المنطقة. وفي تغريدة له على تويتر أرفقها بصورة، كتب النائب وليد جملاط: في ظل التطورات القادمة والتي قد تكون غير مسبوقة على المنطقة، فإن سياسة النأي بالنفس يجب أن تشمل كل الفرقاء اللبنانيين ورفض استخدام لبنان بأية طريقة في أي محور. بدوره قال رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: نرفض أن يكون بحرنا، أرضنا وأجواؤنا منطلقا لأي عمل عدواني ضد سوريا. مطار رفيق الحريري الدولي يأخذ الحيطة والحذر من ضربة أمريكية محتملة على سوريا ويغير مسار رحلاته حفاظا على سلامة الطيران. في ظل تقاذف التهديدات بين أمريكا وروسيا لاستخدام الساحة السورية تصفية للحسابات السياسية، أصدرت الوكالة الأوروبية للسلامة الجوية تحذيرا دعت فيه شركات الطيران إلى توخي الحذر من سلوك مسار الخطوط الجوية السورية والمسار القبرصي القريب من تركيا، خوفا من صواريخ قد تنطلق من قواعد بحرية أو صواريخ جوية بعيدة المدى. وعليه عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينيانوس اجتماعا طارئا مع المديرية العامة للطيران المدني وشركة طيران الشرق الأوسط وطيارين ومستشارين لبحث الخطوات الإجرائية الوقائية. عدلنا مسار الطائرات اللي مساء يوم الجمعة اللي يبنى على الشيء مقتضى، بعد منا منشوف إذا منمدد ولا خلص اكتفينا بالمدة، بس لمدة هذا شو بيغير؟ ما بيغير شيء، بس الطيارة اللي كانت توصل مثلا بخلال مهلة
ثلاث أرباع الساعة بتاخذ لها نص ساعة زيادة أو ثلث ساعة زيادة حسب الوقت اللي هو أو المكان اللي هي متوجهة. ونحن حرصنا كتير، في بعض الناس قالوا بركي بنعملها جمعة، في بعض الناس كان بعض المستشارين ما يقولوا بركي بنعملها 15، ما بقبل هني ما يحذروا لمدة 72 التزموا بالتعميم طبعا تبع 72، وهلأ أوريدي صار قاطع منه مثلا 12 ساعة. يعني في حالة مدد الأوروبيين مددوا التحذير، أنا بدي عم بدرس يعني ماني ما عنديش كتير ثقة باللي ما يهددوا بدهم يضربوا، ما عنديش ثقة باللي بدهم عم بدرس عم بشتغل شغلة تحافظ لي على مصلحة لبنان بالدرجة الأولى. خمسة مسارات محددة سلفا لإقلاع الطائرات وهبوطها من لبنان وإليه، مساران باتجاه الشرق عبر الأجواء السورية، وثلاثة مسارات أخرى باتجاه الغرب عبر الأجواء القبرصية. ونتيجة الأزمة السورية واحتمال توجيه ضربة عسكرية، رفع الطيران المدني توصية بحصر الرحلات في مسارين، الأول من بيروت وإليها باتجاه قبرص فأوروبا، والثاني باتجاه قبرص فمصر، حيث جرى تجميد استخدام مساري الأجواء السورية إضافة إلى المسار القبرصي الموازي لتركيا. نحن بناخد كل الإجراءات مشان ما يصير في أي حادث عرضي. رح ألكن شغلة ما كثير من الناس اللبنانيين بيعرفوها، نحن بنمرق لحدية هلا فوق سوريا بوقت لكل بلدان العالم بتقول أنا ما بدي أمرق فوق سوريا. طبعا هلا بعض الدول الأوروبية لحقتنا لما شافتنا نحن عم نمشي وما تعرضنا لأي شيء. ليش؟ لأنه الطيران العادي لما بيكون طاير على ارتفاع معين الصواريخ اللي بتجي من الأرض مباشرة تضرب الصاروخ تضرب الطيارة أو شيء تلحق ارتفاع أيضا معين. لحنا الصواريخ اللي بتطلع من المعارضة بتطال هذا المستوى مثلا افترضنا، وهذه دراسات معمولة من رجال أمنيين وقوى أمنية لبنانية داخلة بهذا الموضوع بتعرف ارتفاع الصاروخ قديش بيوصل وكذا. نحن نطير على مسافة آمنة فوق الأراضي السورية بألاف ألاف ألاف عشرات الألاف مما تصله أي صواريخ مضروبة من الأرض. هي إجراءات احترازية لضمان سلامة الطيران المدني والتحذير لن يرقى إلى مستوى الحظر على أبواب الموسم السياحي، وتثبيتا للاستقرار الأمني والسياسي وكذلك الاقتصادي. رواندا بوخزام، قناة الجديد. من جهتها أعلنت الخطوط الجوية الكويتية في بيان توقيف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من اليوم الخميس 12 نيسان حتى إشعار آخر، وذلك بناء على تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان الشقيقة، وحفاظا على سلامة ركابنا والتزاما من الكويتية بتطبيق معايير الأمن والسلامة. سوريا والمنطقة تستعد لمواجهة أي ضربة أمريكية قد تطال المنشآت السورية. أمضت سوريا والمنطقة ليلة الثلاثاء الأربعاء على أهبة الاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية عسكرية بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى أي قرار بشأن الهجوم الكيماوي على دوما. ومع ساعات الصباح الأولى على توقيت واشنطن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة باتجاه موسكو قال فيها إن روسيا تتعهد بإسقاط الصواريخ التي سيتم إطلاقها باتجاه سوريا، وأنا أقول استعدوا لأن الصواريخ ستأتي وستكون جميلة وذكية. لا ينبغي على روسيا أن تكون شريكة مع حيوان يقتل شعبه ويستمتع بذلك. ومن ثم وجه صولة ثانية من التغريدات قال فيها علاقتنا مع روسيا الآن أسوأ من أي وقت مضى، من ضمنها الحرب الباردة، ولا داعي لذلك. روسيا تحتاج مساعدة اقتصادية وهو أمر سهل جدا القيام به، ونحتاج أن تعمل كل الدول مع بعضها، أوقفوا سباق التسلح. وزارة الخارجية الروسية ردت على الرسائل الافتراضية بالقول إن الصواريخ الذكية يجب أن توجه إلى الإرهابيين لا الحكومات الشرعية. أما وكالة انترفاكس الروسية فقد نقلت عن مشرع روسي إن موسكو على اتصال مباشر مع الجيش الأمريكي فيما يتعلق بسوريا. وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس أعلن من ناحيته أن الولايات المتحدة ما زالت تقيم المعلومات حول الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا، مبديا نهجا حذرا بعد ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضربات صاروخية. وردا على سؤال عما إذا كانت لديه أدلة كافية لتحميل قوات الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية الهجوم قال ماتس ما زلنا نقيم المعلومات نحن وحلفاؤنا، ما زلنا نعمل على هذا. وجدد ماتس التأكيد أيضا على أن الجيش الأمريكي مستعد لتقديم خيارات عسكرية إذا كان ذلك مناسبا وفق ما يقرره الرئيس.
في الأراضي المحتلة كانت حكومة العدو الإسرائيلي الأكثر حماسة لضربة أمريكية، حيث عقد اجتماع لمجلس الوزراء المصغر برئاسة نتنياهو للبحث في التطورات السورية. على خط طهران أجرى مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألكسندر لافرنتيف محادثات معمقة حول الوضع في سوريا مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ومسؤولين آخرين، وتناول البحث التهديدات الغربية بتوجيه ضربات عسكرية إلى النظام السوري ردا على هجوم دوما. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن المحادثات تناولت خصوصا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل عسكريا في سوريا. وفي المواقف المستجدة قالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان إننا لا نخشى الحرب وسنكون مستعدين لها إن وقعت. من جهته دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي لبحث الوضع في سوريا وملابسات الضربة الإسرائيلية على مطار تيفور إلى تجنب خطوات قد تزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا وتهدد أمنها. وفي واشنطن عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعا طارئا مع وزير الدفاع جيمس ماتيس في البيت الأبيض، في حين أعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أنها جاهزة للموافقة على المشاركة بعملية عسكرية في سوريا. وأفادت صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية أن أوامر صدرت لغواصات بريطانية بالتحرك استعدادا لقصف النظام السوري ربما مساء الخميس. كما أعلن زعيم حزب العمال المعارض البريطاني جيريمي كوربن أن أي قرار محتمل بشأن العمل العسكري ضد سوريا يجب أن يناقش مع البرلمان. أما صحيفة لو فيغارو الفرنسية فأفادت أن القيادات العسكرية الفرنسية قدمت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خططا للعملية العسكرية المحتملة في سوريا، مشيرة إلى أن طائرات رافال تستعد للتوجه إلى القاعدة الجوية في سان ديزي تحسبا لأي ضربة محتملة في سوريا. وكانت بوليفيا قد دعت لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول التطورات المتعلقة بسوريا. تفقد إذن ما تبعات التهديدات الأمريكية بضرب سوريا على المشهد المحلي والإقليمي؟ قبل عام من اليوم عاش العالم على وقع التهديدات الأمريكية بضرب سوريا رداً على هجوم كيميائي تعرضت له بلدة خان شيخون في ريف إدلب، وأسفرت التهديدات عن تنفيذ الجيش الأمريكي وبأمر من دونالد ترامب ضربة جوية بصواريخ توماهوك استهدفت مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص. يوم ذاك أعادت أمريكا خلط الأوراق في منطقة الشرق الأوسط، وها هو السيناريو نفسه يتكرر، هجوم كيميائي على دوما يليه تصعيد أمريكي، ترامب يدرس خياراته ومن بينها الخيار العسكري، ومندوبته في الأمم المتحدة نيك هيلي أعادت ما قالته يوم ذاك من أنه عندما يعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار فإن بلادها ستلجأ إلى تحرك منفرد. فما هي أسباب اتباع أمريكا هذا السيناريو من جديد؟ ترامب لا يتصرف إلا بوحي من حلفائه أو شركائه كما يسميهم في المنطقة، وتصعيد الرجل هو لشغلتين أساسيين: خدمة لإسرائيل والسعودية بالدرجة الأولى، وثانيا ليفرض أمر واقع. يعني هناك اعتقاد أنه بالفترة الأخيرة روسيا وإيران والنظام في سوريا يعني بالتحولات في الميدان فرضوا أمرا واقعا جديدا لمصلحة، يعني في ميزان قوى اختل ضد أمريكا ولمصلحة وحلفائها بالطبع ولمصلحة هذا المحور. لذلك في افتراض أنه مش رح تذهب واشنطن باتجاه يعني ضربة عسكرية ماحقة ساحقة في سوريا، إذا حصل فهي عمليات يعني ضرب محدودة. ولكن ماذا عن لبنان المقبل على استحقاق الانتخابات النيابية؟ نحن في طريقنا إلى تنفيذ عملية ديمقراطية، انتخابات وبالتالي مشهد سياسي وحكومي جديد. أما وقد حدثت الضربة كما قلنا افتراضا، فمعنى ذلك أن هناك المزيد من التعقيدات في المنطقة وفي الداخل اللبناني، لأن هناك الكثير من القوى تبني على هذه الضربة، وكل القوى السياسية يعني سواء كانت قوى 14 أذار سابقا التي تبني بطبيعة الحال على من زمان عند رهان على إضعاف النظام في سوريا، وبالتالي قالتها صراحة كلما ضعف النظام في سوريا كلما قوينا نحن في لبنان. وبالعكس القوى الأخرى التي محسوبة على 8 أذار يعني تنتظر طبعا اكتمال الوضع في سوريا وبالتالي تهدئة الوضع في سوريا وانتعاش النظام في سوريا أيضا لتبني على الشيء
مختضة. ما بين خبراء يرجحون ضربة قاضية وخبراء يؤكدون محدوديتها، يبقى الأمر مفتوحا على كل احتمال في المقبل من الأيام. علي الحلاق، قناة الجديد. رئيس الحكومة سعد الحريري يشرح في مؤتمر صحفي نتائج مؤتمر سادر. في ظل عدم الاستقرار الإقليمي يحاول لبنان تحييد نفسه مستفيدا من تقديمات مؤتمر سادر، تحقيقا لاستقراره من خلال الاستثمار والإصلاحات وخلق فرص عمل. وعليه عقد رئيس الحكومة سعد الحريري مؤتمرا صحفيا في السرايا الحكومية عارضا نتائج مؤتمر سادر، مجريا نقدا ذاتيا مع ردود على الهواجس اللبنانية. أنا لجأت لهذا التوافق لأنه هو الوحيد اللي بيحمي من لبنان، ونحن لجأنا لكل هالمؤتمرات لحماية لبنان. وجودي بباريس كان لحماية لبنان واستقرار لبنان، هيدا السبب الأساسي لذهابي إلى باريس، ما في شيء تاني. بموضوع المؤامرة خلينا نطلع شوي ونحكي بمصلحة المواطن اللبناني، لا في مؤامرة ولا في شيء. الخلافات يمكن اللي عندنا إياها بسادر هو إنه ليش هيدا المشروع قبل هيدا المشروع، ولكن أنا بتحدى أي فريق سياسي إنه مشروع سادر يحتوي على كل مناطق بلبنان وخاصة الأفقر فيها. العمالة الغير اللبنانية اللي يمكن الاستعانة فيها هي عمالة يدوية تخضع للقوانين اللبنانية ولطبيعة كل مشروع. إنه باريس واحد ولا باريس اثنين مش هن اللي راكم الديون عندنا، اللي راكم الديون عندنا أو إنه نحن فشلنا بالإصلاحات. المهم إنه نحن نقوم بهيدي الإصلاحات لمصلحة المواطن اللبناني. نحن آخر شيء منا نلجأ له هو الضرائب. نحن أهم شيء بالنسبة لنا أنه كمان عندنا بالضريبة نعمل إصلاح ضريبي. قانوننا ودستورنا بيمنع أي نوع من التوطين، أي نوع من التوطين. وبعدين هيدي الأسطوانة اللي نحن دايماً نسمعها ودايماً تطلع بهالجمهورية بهالبلد انه توطين الفلسطينيين. طب قولوا لي وين وطننا فلسطينيين خلال كل هالسنين اللي مرقت؟ فهذا موضوع التوطين حاج بقى نلعب على هيدا النوع من، انا برايي، من سياسه تحريضيه ما لها دخل باي شيء له دخل بدستورنا. ما صنعه التوافق السياسي من دعم دولي لا يمكن ان يستمر في ظل فساد معترف به. يوم حضرتك من باريس كررت عبارة الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح بوقت أنه يمكن المشاريع تنفيذ المشاريع عم يشرف عليها مجلس الإنماء والأعمار. اليوم كيف رح تضمنوا شفافية تنفيذ هذه المشاريع بظل فكرة سائدة عند اللبنانيين أنه مجلس الإنماء والأعمار مبني على محاصصة سياسية؟ هذا السؤال الأول. وأيضا إلى جانب مؤتمر سادر، شاركت بمؤتمر الطاقة الاغترابية وكان لكم شكر، كمان شكرت الوزير جبران باسيل بوقت كان في أصوات خرجت عن بعض الوزراء من الوفد الوزاري المشارك كان معكم أنه عن استغلال الوزير جبران باسيل لوزارته من أجل أهداف انتخابية. اليوم حضرتك هل شرعنت استغلال الوزير جبران باسيل هلا تعرف أنت شو عملتي؟ نسيتين السؤال الأول، موضوع الشفافية. نحن استقصدنا أنه يكون في لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات اللي حضرت سادر. ليش؟ لأن نحن عارفين أنه في عندنا مشكلة بهذا الموضوع إن كان فساد ولا غيره، فلذلك نحن أخضعنا أنفسنا لنريحكم، لحتى نقول للمجتمع المدني ولحتى نقول للناس أنه هيدا مشروع نعمل كل شيء لحتى ما يكون فيه فساد. لذلك نحن لجنة المتابعة اللي حتكون من قبل المنظمات والدول حتكون هي الأساس اللي عم تتابع هيدا الموضوع. هلا في ناس طلعت انه والله هيدا معناتها في وصاية اقتصادية، ما نحن عم نعمل اللي انتم بدكم اياه. نحن عم نعمل شيء لحتى نطلع البلد من هال، ونحن معترفين انه في فساد. فلذلك حتى نخرج من هذا الفساد نحن ألزمنا أنفسنا أنه يكون في لجنة للتابع من هالدول بكيف يصير التلزيم، كيف يصير في دراسات وغيره وغيره من متابعة للإنجاز تبع كل مشروع ومشروعه. أما في الموضوع الثاني، أنا بدي أكون صريح، أنا جاي أحكي بسادر.
هلا الامور الثانيه فينا نحكي فيها بمره ثانيه. وعن الاستفاده من مؤتمر سادر انتخابيا، رد الحريري ان التحضيرات للمؤتمر سبقت الانتخابات بسنه، ساخرا من مجرد التفكير بان المجتمع الدولي ياخذ باعتباره الانتخابات النيابيه ويجند اعضاءه لاستفاده بعض الافرقاء السياسيين. رواند ابو خزام، قناه الجديد. المدقق في حسابات مؤتمرات باريس محمد زيدان الذي سرب تسجيله الصوتي قبل مؤتمر سادر هو مستشار المرشح عن دائرة بيروت الثانية فؤاد مخزومي الذي اتهم بأنه يقف وراء التسجيل، فكيف يعلق مخزومي على الموضوع؟ There is no other way of describing the current situation of Lebanon. That cancer is a lack of governance which has resulted in unequaled بعد تسريب المداخلة الصوتية للمدقق الدولي لحسابات مؤتمرات باريس السابقة الذي يعود إلى محمد زيدان، اتهم المرشح عن دائرة بيروت الثانية فؤاد مخزومي بالوقوف وراء التسجيل لكون زيدان من أقربائه وهو مستشاره الشخصي. مؤتمر اللي ندعى عليه دكتور محمد زيدان، أول شيء دكتور محمد زيدان مستشار مالي عالمي ونفس الوقت بيقعد على مجلس الإدارة طبعا المجموعة تبعنا تاع الفيوتشر جروب، وهو المستشار الخاص للشؤون الدولية وشؤون العلاقات المالية. المؤتمر اللي ندعى عليه ندعى عليه كشخص خبير محمد زيدان، ما ندعى عليه لأنه هو مستشار فؤاد مخزومي أو بالآخر له علاقة بالمجموعة تبعتنا. وهو كان كل تليفونات مسكر، يعني حدا سجله وسربه، بقى ما كان في هالمخطط اللي عم نسمعه فيه. يعلق مخزومي أن الرد على تسريب زيدان تناول سيرة حياته لا مضمون كلامه، علما أن مقالات عدة كتبت في صحف أجنبية تحمل مضمون كلام زيدان. كل مركز أنه بيقربني أو مستشار لإلي، طب ما شفت حدا من الدولة اعترض على المضمون. نطلع من وقت ما طلع هالتسجيل هيدا صار في عدة مقالات انكتبت ببلومبرغ بأمريكا، انكتبت بالأوريون لجور مرتين، وهلا آخر واحد تبع موضوع يلي كانت موجودة كلنا إرادة، المؤسسة الوحيدة يلي هي اندعت لمؤتمر باريس واليوم طلعت مقابلة بالأوريون رجور أثارت نفس المواضيع يلي أثارت دكتور محمد زيدان بموضوعه. بقى بتمنى على القيمين على الدولة يجاوبونا على مضمون هالتسجيل الصوتي صح أم غلط. ينتقد مخزومي أداء السلطة في حديثها عن مكافحة الفساد، ويرى أن أبرز أسباب دعم لبنان في مؤتمر سادر هو إبقاء النازحين السوريين. عندك أنت اليوم بلبنان يتراوح من 1,100,000 لـ1,500,000 سوري، كلهم هون بالماضي حاولوا يتركوا ويروقوا على محل يقدروا يسكنوا فيه بكرامة يلي هي كانت أوروبا. كلها نعرف اندفعت مليارات الدولارات لتركيا ولليونان حتى يخلوهن عندهم. هلأ لبنان هذا هو الفكرة. بقى نحن يعني حتى لأنه أي ضربة عسكرية أو أي انهيار اقتصادي هالعالم رح تركب البواخر وتسافر. لكن اليوم الفكرة هيدا من 2016 وقت مؤتمر اللي صار عملية الدعم اللي صار بلندن، هذا الموضوع طرح بهالشكل أنه ما في فلوس إذا ما شغلت السوري. بقى السؤال هال 900,000 شخص، نفترض أنه الرقم صح مش لحلة محفوظ بالتفاصيل، هال 900,000 هو السوري بدنا نشغل السوري أو رح يطلع حصة للبنان؟ كل العالم اللي قاله الدكتور محمد من باريس واحد كان عملونا أين هي الحوكمة وأين هي الشفافية. اليوم أنت بتعرف البنك الدولي كان عارض علينا 1,600,000,000 دولار يلي لم تستعمل، لأنه بالنتيجة حاطين علينا شروط أنه نظام الترسيب بده يتغير، ما بقى فيك أنت ترسيها شخصيا. ما قاله زيدان في وضع لبنان والفساد تعرفه الطبقة السياسية حق المعرفة، ولكن ليست المشكلة في أن تقول ما تشاء، إنما في أن يفعل كل ما يشاء. هادي الأمين، قناة الجديد. القانون لا يلحظ مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية في دورتها هذه، والاستحقاق عرضة للطعن. كلما برز حدث ما شخصت الأنظار نحو الاستحقاق النيابي وطرح السؤال ما إذا كانت ستطير الانتخابات أم لا. من إقرار الضرائب واستقالة الحريري من الرياض إلى خلاف الرئاسة الأولى والثانية حول مرسوم ضباط 94 واعتكاف القضاة وصولا إلى تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب لمنع الطعن في الانتخابات، واليوم إلى احتمال حرب في المنطقة التي لا شك في أن انعكاساتها سترتد مباشرة على لبنان.
كل هذه العوامل هددت الاستحقاق المنتظر، غير أن أحدا لم يلحظ بجدية احتمال الطعن في نتائج الانتخابات النيابية لسبب واحد، هو اقتراع المغتربين. هذا القانون الجديد طلع ألغى الأحكام اللي بتنص على انتخاب المغتربين اللبنانيين المنتشرين بالعالم، ألغى هذا الحق وبهد محكي عن هالدورة إطلاقا. وهذا القانون اليوم سير المفعول نظم كيف بينتخبوا بالدورة المقبلة مش بالدورة هذه، ونظم على أساس أنه المغتربين اللبنانيين بالخارج بينتخبوا عنه 6 نواب من الخارج وبينضموا لمجلس. إذا ضل القانون مثل ما هو في مجال للطعن، لأنه هذا القانون منص على انتخاب المغتربين بهذا القانون وفقا لهذه الآلية. إن عدم وجود نص قانوني ينظم مشاركة المغتربين في هذه الدورة الانتخابية ليس المأخذ الوحيد، فهناك علامات استفهام تطرح حول شفافية وعدم التلاعب بالأصوات في ظل غياب مندوبين عن وزارة الداخلية في أقلام الاغتراب. أنا حقيقة بعتبر أنه مسؤول عن العملية الانتخابية وزارة الداخلية، رغم أنه القانون هذا أناط بوزارة الخارجية عملية الانتخابات برا، إلا أنه نحن بالطريقة اللي عم تتعامل فيها وزارة الخارجية وتعيين القناصل الفخرية اللي بعرف لك كيف على أي أساس عم بيتعينوا. طيب هؤلاء الناس نحن ما بنعرف كيف بدنا نوثق أنه هؤلاء الناس بدنا يشرفوا على عملية انتخابية، وشو الضمانة تبعنا أنه الظرف اللي بيحطوا فيه الأوراق الاقتراع بدون ما يفتحوها هذيك حسب القانون الحالي، مين بيقولنا انه هذا الظرف ذاته بيوصل على مصرف لبنان؟ تتمسك وزارة الخارجية بقانونية مشاركة المغتربين في الاقتراع وتحثهم يوميا على التصويت بكثافة. ولا تخسروا لبنانيتكم بعدم العيش فيها. صوتوا لمن تريدون، ولكن صوتوا. فيما تصر وزارة الداخلية على شفافية نقل الأصوات على الرغم من غياب المندوبين. اتفقنا مع شركة دولية أنه هي بتجي بتغلف الصندوق بعد انتهاء عملية الاقتراع وتخدم الشمع الأحمر وتشحن. غير أن الحل الوحيد وفق بعض رجال القانون يكمن في عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب تعدل فيها المادة المتعلقة باقتراع المغتربين في قانون الانتخاب، على أن تلحق بجلسة لمجلس الوزراء تصرف فيها اعتمادات سفر مندوبين من وزارة الداخلية إلى أقلام الاغتراب. بهذه الطريقة فقط تصبح الانتخابات غير قابلة للطعن، وأي طرح آخر سيضع الاستحقاق المنتظر على المحك، خصوصا في ظل اعتراض الرئاسة الثانية. لآل سعد، قناة الجديد. بعد الفاصل، بعد 3 سنوات التأم الشمس. أهلا من جديد. اجتماع هيئة التفتيش المركزي بعد غياب دام 3 سنوات بسبب خلافات عدة، ورئيس إدارة المناقصات غير المشارك يؤكد للجديد أن إدارته مستقلة بحسب القانون. 3 أعوام وهيئة التفتيش المركزي عاطلة من الاجتماع، إلى أن نشرت الوكالة الوطنية في مفكرتها دعوة من رئيس الهيئة القاضي جورج عطية لتداول آلية تفعيل العمل الرقابي. تلقفت وسائل الإعلام الدعوة بعد طول انتظار، لكن التصوير ممنوع. وقبيل مغادرتنا خرج رئيس إدارة المناقصات جون العلي ليتبين أنه لم يشارك في الاجتماع. شو خلص إن شاء الله خير إن شاء الله. أي اجتماع بإدارة التفتيش كانوا حاطين على الوكالة الوطنية؟ على الوكالة الوطنية لا، ما معي خبر. مش مدعو مش حاضر؟ لا، بركي في عنا كذا موضوع نحن مقدمين فيهم مطالعات لحضرة رئيس التفتيش، بركي مجتمعين ليتخذوا الإجراءات المناسبة. مش لازم تكون حضرتك بيناتهم؟ نحن إدارة مستقلة، واليوم حضرة رئيس التفتيش عم بيكرس بالواقع ما هو موجود بالنص، أنه إدارة المناقصات هي إدارة مستقلة تماماً عن إدارة التفتيش المركزي ضمن التفتيش المركزي. يعني أنه منا تابعة إدارياً للتفتيش؟ مرتبطة إدارياً ولكن مستقلة وظيفياً. والشيء اللي عم تحكيني عنه عن أنه في اجتماع اليوم، هيدا تكريس بالواقع عم بيعمله حضرة الرئيس يشكر عليه. هيكلية التفتيش المركزي تظهر أن إدارة المناقصات مستقلة عن عمل التفتيش، ولكن سبق أن سربت أخبار في الصحف عن خلاف بين رئيس التفتيش ورئيس إدارة المناقصات الذي لم يسمح له بإجراء مقابلات إعلامية،
وهو ما ينفيه العلية. خلاف بينك وبين رئيس ما التفتيش. في أي خلاف شخصي بيني وبين حضرة رئيس التفتيش. القانون يطبق على الجميع، الدستور يسمو على القانون والقانون يسمو على الأشخاص، وفي دولة القانون الجميع يخضع للقانون. دكتور بعض الصحف كتبت ما في خلاف لمن منطبق القانون، ما في أبدا خلاف. أنا خاضع للقانون وحضرة رئيس التفتيش خاضع للقانون، ومن يعتقد نفسه أنه هو فوقي وفوق رئيس التفتيش كمان خاضع للقانون. التأمت هيئة التفتيش بعد غياب، وفي اتصال بالجديد أكد رئيس التفتيش جورج عطية أن الاجتماع تناول مجمل الأمور، وأنه في اجتماعات لاحقة ستتخذ خطوات عملانية تتعلق بمخالفات في الإدارات. هادي الأمين، قناة الجديد. رئيس الجمهورية خاله على عون يرفع شعار مساندة العهد، لكن ماذا في سيرته الذاتية في فقرة بروفايل؟ بار وتلتينه للخال، من طفولته الأقرب لقلب الجنرال، بيشبهه بالشكل بس بالمضمون أهدى وأكثر دبلوماسية. تزوج وعنده ولدين، بنت اسمها آيا، واحذروا شو سمى ابنه، ميشيل عون. على لوائح الشطب من حرب حريك، هل رح يحافظ على العلاقة السياسية بالحارة؟ درس الهندسة وإدارة الأعمال بفرنسا وما لقي حاله إلا بالسياسة. هوسه الرئيسي هو عائلته ومكتبه بالمجلس، معرض صور للأولاد وطبعاً لحبيبته سارة. خبير بالسيارات الحديثة، يعني بيعرف منيح أهمية الجمع بين التكنولوجيا، المتانة والأداء. جندي مجهول بتركيب لوائح التيار الانتخابية، ترشح لرئاسة التيار الوطني الحر واصطدم بسد الصهر. صرف النظر عن الزعامة بطلب من الخال، عام 2009 ترشح على النيابة وربح طبعا. اليوم بالانتخابات التمهيدية داخل التيار بيحتل المراتب الأولى، أظهر تفوق هائل بالاستطلاعات الحزبية على صعيد الصوت التفضيلي. وعسيرة الأصوات والتفضيلة ما حدا بينافس إلتون جون عنده غير براين آدمز. من صيف 69 مواليد 71 بعمر 47 عم يتحضر لخوض الانتخابات النيابية بصيف 2018 بدائرة بعبدة برصيد كبير بقوة ملحوظة، مرشح التيار الوطني الحر عن المقعد الماروني على عون. في لقاء انتخابي الرئيس نجيب ميقاتي يدعو للمشاركة الكثيفة في الاقتراع. دعا الرئيس نجيب ميقاتي أبناء طرابلس والمنيا والضنية إلى الاقتراع بكثافة للائحة العزم، معتبرا أن لصوت كل ناخب أثره ووقعه في مسار هذه الانتخابات، خصوصا في ظل قانون الانتخاب الحالي. كلام ميقاتي جاء في لقاء انتخابي بدعوة من عمر حمزة وحضور خلدون الشريف وعدد من أعضاء لائحة العزم. بدنا كثافة اقتراع، الصوت ما مثل الماضي بالقانون الماضي ما بيأثر، بيكون بيطلع بالجروفة، ما في جروفة هون، كل واحد صوته هو بيحكي، وبدكم كل واحد يروح يحط الاختيار الأفضل التفضيلي اللي بده إياه، واللائحة العزم هي الأساس. لقائنا كل يوم قبل ست أيار وبعد ست أيار، وبوعدكم مثل ما دائما بتعرفوا بابي مفتوح ومؤسساتنا مفتوحة، ومنضلنا على تواصل متابعة سوا لحتى نقدر نخدم ولو بجزء بسيط هواجس و طلبات أهلنا بشمال. هذه اللائحة فيها اسم على مسمى، وقد وهبها الله أيضا وهب بعض أعضائها العزيمة والهمة، إلى جانب ما وهبهم من حب لهذه المدينة وخدمة لا تتوقف عند الوقت وعند الأزمنة. إننا نخوض الاستحقاق النيابي تحت راية العزم، لأنها الخط السياسي الذي يحمل هموم الناس وأبناء مدينتي. إن مشاركتي على مستوى لائحة العزم قد أعطتني زخما عند الناس في كل طرابلس، إن كان عن في جبل محسن وما يمثل جبل محسن على مستوى المقعد العلوي، وإن كان في كل حي من أحياء طرابلس. متهم أنه نحن عم ننتقد الحلم،
نحن ما عم ننتقد الحلم، نحن عم ننتقد انه ما عم نحقق الحلم. نحن بدنا نحقق الحلم لانه عنا الاراده نحقق الحلم وبنعرف كيف نحقق الحلم. وكان تجديد على انه في حال وصول كتله العزم الى مجلس النواب فان اجتماعاتها ستكون دائما في طرابلس ولن تكون ملحقه باي كتله في بيروت وسيكون قرارها طرابلسيا. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يؤكد من الجنوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها على الرغم من التطورات السورية. مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية جال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في الجنوب حيث ترأس اجتماعين لمجلس الأمن الفرعي في كل من صيدا والنبطي للوقوف عند آخر التحضيرات اللازمة لاستحقاق السادس من أيار. الداخلية ما عندها قدرة تبعت 130 أو 140 رؤساء أقلام إلى مختلف مناطق العالم بهالفترة القصيرة للإشراف. بالعكس اتخذنا إجراءات جدية بما يتعلق بمراقبة الاقتراع بالخارج. أول نقطة أنه عمليا في كاميرات بكل مراكز أقلام الاقتراع وفي مندوبين عن هيئة الإشراف وعن وزارة الداخلية وعن وزارة الخارجية قاعدين على الشاشة ببيروت يتابعوا عملية الانتخاب بالخارج. عمليا ما في فرز بأقلام الاقتراع بالخارج، في بس إحصاء لعدد الأصل. ومن سراي صيدا طمأن المشنوق اللبنانيين وتطرق إلى انتخابات المغتربين في الخارج. بعد صيدا توجه وزير الداخلية إلى سراي النبطية حيث ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي واعتبر أن الأجواء المتوترة في سوريا لن يكون لها أي تأثير على الاستقرار في لبنان ولن تهدد الانتخابات النيابية. شخصيا استنتاجي ما عم بحكي عن معلومات أنه يعني الساحة المفتوحة الآن للاهتزازات الأمنية الكبرى هي سوريا، وما بعتقد أن لبنان سيتأثر ولا العملية الانتخابية ستتأثر بأي مجال من المجالات بحدث سوري أيا كان حجمه وأيا كان الطبيعة. هذا وتوقع المشنوق أن يتلقى لبنان ثناء دوليا بعد إجراء الانتخابات النيابية كما حصل بعد إجراء الانتخابات البلدية العام الماضي. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون يشدد على ديمقراطية الانتخابات النيابية ويلتقي طلابا جالوا في بهو قصر بعبدة. أكد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أن الدولة ستكافح كل مظاهر الفساد في الانتخابات وتضع إمكاناتها في تصرف بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تسهيلا لمهمتها. كلام عون جاء في خلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلينا فالنسيانو التي أطلعت رئيس الجمهورية على برامج عمل البعثة قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها. ورحب رئيس الجمهورية باستجابة الاتحاد الأوروبي للدعوة التي وجهها إليه لبنان لتكليف بعثة منه مراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن لبنان يتطلع إلى أن تكون الانتخابات النيابية تعبيرا دقيقا عن طوق اللبنانيين إلى ممارسة الديمقراطية وتحديد خياراتهم بقناعة وحرية، لا سيما أن القانون النسبي الذي يطبق للمرة الأولى في لبنان هو من ضمن الإصلاحات السياسية المهمة التي تصلح التمثيل الشعبي من جهة وتعطي الناخب اللبناني حرية اختيار ممثليه من جهة أخرى. وكان رئيس الجمهورية قد فتح واللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون أبواب قصر بعبدة أمام وفود طالبية وجمعيات من مختلف المناطق اللبنانية لمناسبة عيد الفصح المجيد وبمبادرة بيئية هادفة للتوعية على قضية الصم الإنسانية ضمن برنامج عنوانه لا تحكي الطبيعة ونسمعها، يركز على سبل المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث. وجال الطلاب في أروقة القصر وقدموا عرضا مسرحيا غنائيا، وعند 12:30 ولدى انتقال الطلاب إلى البهو الداخلي للقصر قطع رئيس عون اجتماعاته للقائهم والترحيب بهم حيث جرى التقاط الصور التذكارية. الوزير السابق فيصل كرامي يجول على صيادي السمك في الميناء ويؤكد أن طرابلس ليست فقيرة. في أرجاء مدينة الميناء الشمالية جال رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي متفقدا أحوال الصيادين وأوضاعهم حيث استمع إلى مشكلاتهم المزمنة واعدا إياهم بإنعاش الصناعات المتنوعة في الشمال ومنها صيد السمك. أنا اليوم جيت
لعندكم بصفتين الحقيقة. الصفة الأولى أني ابن زميل لألكم، لأنه الرئيس عمر كرامة كان يعتبر حاله واحد من الصيادة. والله يرحمه رشيد كرامة كمان كان يعتبر حاله أنه واحد منكم، لأنه أنتم بتعرفوا قديش صيد السمك وقديش هيدي المهنة كانت تعني لهم، لأنه قديش فيها وبتعلم الصبر، ونحن قديش بحاجة للصبر بهالبلد هيدي. الأمر الثاني، أنا جيت لعندكم كمرشح للانتخابات النيابية، وبهالأساس جيت لسلط الضوء على أمر أساسي بمدينة طرابلس، وهو إنه مدينة طرابلس مدينة منا فقيرة، مدينة فيها صناعات كتير، ولكن مشكلتنا الأساسية هي بفقدان المرجعية السياسية. واختتم كرامي الجولة بزيارة عدد من أسواق السمك والمقاهي والأحياء، حيث عقدت على وقع الأناشيد الحماسية حلقات الدبكة ترحيبا بزيارته. التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل ظهر أمس أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقد وجه العماد عون شكره إلى الكويت دولة وشعبا على دعمها المستمر للبنان وجيشه، كما عقد اجتماعا مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر بحضور نائبه الفريق الركن الشيخ عبد الله نواف الأحمد الصباح وعدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري والضباط الكبار في الجيش الكويتي، تخلله بحث على علاقات التعاون بين جيشي البلدين وسبل تفعيلها في المراحل المقبلة، خصوصا في مجالات التدريب المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات العسكرية. لقاء انتخابي للائحة لبنان حرزان. لبى رئيس لائحة لبنان حرزان فؤاد مخزومي دعوة المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في الدائرة الثانية خليل برمانة إلى لقاء انتخابي مع أهالي بيروت، وفي كلمته حث مخزومي وبرمانة المواطنين على إحداث التغيير المطلوب من خلال المشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية في السادس من أيار. إذا ما غيرنا وصغرنا الدولة وبالآخر وقفنا هالهدر، نحن كل شيء صار بدل ما نوقف الهدر وعملية الفساد زدنا الضرائب، زدنا ضريبة المبيعات. ليه؟ لحتى نبرر انه بالاخر فينا ندخل مصاري على الدولة. بيروت مدينة عاصمة من لحق اذا بدنا نتعاطى معها كشراء ومشروع اقتصادي وعقاري ساعتها بدها خرزة زرع، بس اذا بدنا نرجعها عاصمة بوجدان وعزة ما بدها خرزة زرع، لانه بيروت حرزان ولبنان حرزان. بالقانون الماضي صوتكم ما كان له قيمة، بالقانون الحالي صوتكم صار له قيمة وصرتوا قادرين توصلوا المرشح يلي انتوا بدكم اياه. لذلك انتم المصدر وانتم القوة وانتم اصحاب القرار. وختم اللقاء بقطع قالب حلوى بالوان لائحة لبنان حرزان. عائلة وأصدقاء زميل الشهيد حمزة الحاج حسن يستذكرونه في الذكرى الرابعة لاستشهاده بلقاء في نقابة الصحافة. إلى كل ذكرة ومطابة كلام مني لكم ألف تحية. قبل 4 سنوات ناداه الواجب الصحفي إلى أرض معلولة المقدسة، فلبه الزميل حمزة الحاج حسن شهيدا مع 2 من رفاقه في قناة المنار محمد منتش وحليم علاو. 4 سنوات مضت على غياب حمزة بالجسد، ولكن روحه بقيت هنا بين أهله وأصدقائه وزملائه الذين استذكروه بلقاء جمعهم في نقابة الصحافة. لكننا يا سيدي صلبنا واخترقت المسامير جسد ابننا ويديه، وعلق على خشبة الخلاص ليكتب اسمه في الخالدين، لا لشيء من حلا الدنيا وزينتها، بل لأنه أراد أن يكون نصيراً للحق وصوتاً للحقيقة. قليلون من يعرف عمق حمز الفكري والشعري والبعد الإنساني في علاقته. هو الملتزم دينياً والمتحرر فكرياً، هو الملتزم عقيدة والمتفلت شعراً، هو الصلب انتماءً والطيب انفتاحاً.
حين انتهى التصوير رافقته حتى المصعد، وحين عدت إلى مكتبي وجدت أن حمزة قد نسي بعض ابتساماته عندي، واحتفظت له في ذاكرتي بصورة تليق بالشهيد. نستذكرك يا حمزة اليوم وأنت دائما في البال حتى تاريخ استشهادك، مثلك تماما مميز، والأربعة فيه تختصر الأربعة فيك: الابتسامة، الأمل، الطيبة والحيوية. دمعة أم حمزة لم تجف بعد، وغصة الفراق ما زالت مرتسمة على وجوه أصدقائه المقربين الذين تخونهم لغة تعبير عن فقدان جسد حمزة الصديق في حضرة روحه. عن جد بعده حاضر بالرسالة اللي أديها، بالمعنى اللي أراد أن يصل إليه، أديها بإتقان، بأعلى ما يمكن من إتقان إعلامي ومهني، أديها بهذه الطريقة، بحضوره الحلو، بحضوره العميق، بحضوره المهني، بحضوره كشخص، كإعلامي، كزميل. لذلك أنا بقول حمزة اليوم بعد 4 سنين بقول حاضر فينا، لا بل حاضر في هذه المهنة، في هذه الرسالة اللي هي رسالة الأنبياء، أكثر من أي وقت مضى. مستر بكل تغطية سواء يعني ميدانية على الأرض بمطرح في خطر شوي، أو حتى بالتغطيات العادية اللي كنا نفوت فيها، دايما هو حاضر، دايما موجود، حتى بالمواقف الكوميدية اللي كانت تصير بيناتنا دايما موجود، فما بيغيب، ما بيروح، ما بعرفش احكي بهاد المواقف صراحه، ما بيروح. هلا هو بالشق الخاص هو اكثر ترك محل، وترك فراغ ما حدا بيعبي. في الرابع من نيسان عام 2014 تربع الزميل حمزة الحشحسن شهيدا على عرش الصحافة اللبنانية. يومها رحل ابن الميدان وترك خلفه درسا في الشجاعة وعشق مهنة المتاعب لتتعلمه الأجيال المتعاقبة من بعده، درسا يتجسد بمقولة استذكرها حمزة في آخر تقاريره الإخبارية: انظروا دماءنا وتابعوا الطريق. حليمة طبيعة، قناة الجديد. بعد الفاصل صواريخ حوثية على الرياض. أهلا من جديد. اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية 3 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي أمس، وقالت وسائل أعلام رسمية والتحالف بقيادة السعودية إنه تم إسقاط 3 صواريخ فوق العاصمة ومدينتي جازان ونجران الجنوبيتين. وقال الحوثيون إنها استهدفت وزارة الدفاع في الرياض ومنشأة توزيع تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة في نجران. وقال التحالف إن إطلاق الصواريخ جاء في أعقاب إسقاط طائرتين من دون طيار للحوثيين في وقت سابق في جازان ومدينة أبها السعودية. أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 257 جندياً ومدنياً في تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها من مطار بوفاريكا غربي العاصمة الجزائر في أسوأ كارثة جوية من نوعها في تاريخ البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن طائرة نقل عسكرية روسية الصنع سقطت بعد لحظات من إقلاعها نتيجة اشتعال النيران في أحد محركاتها في محيط القاعدة الجوية في بوفاريك، وسقطت داخل حقل زراعي خال من السكان أثناء رحلة من مطار بوفاريك إلى مطار بشار العسكري. وقد أعلن الرئيس الجزائري الحداد العام 3 أيام في البلاد. وفن الخبر مع الزميل عمر خداج. سعيدة. بعد عروضها في دار الأوبرا السلطانية في عمان وأوبرا الكويت، يوالي مسرح كاراكلا قطف نجاحاته من على مسرح دار أوبرا بكين ناشونال سنتر فور ذا بيرفورمينج آرتس بعرضه العالمي إبحار في الزمن. هيدا العمل يلي يجسد تلاقي الحضارات على طريق الحرير وبيضم أكثر من 120 شخص من فنانين وراقصين ومن إعداد وإخراج إيفان كاراكلا. تناول
الإعلام والصحافة الصينية بإعجاب زيارة الفرقة ومسيرتها الفنية العالمية بعناوين أهم: كاراكلا يبني جسرا ثقافيا بين الصين والعالم العربي، فكان عطاؤه الأجمل في مسرحية طريق الحرير. تعتبر فرقة كاراكلا اللبنانية من الفرق الفنية الرائدة في العروض المسرحية، وتحظى عروضها الراقصة المتميزة بإقبال واسع في جميع أنحاء العالم. كما أقيم لفرقة كاراكلا تكريم مميز من قبل وزارة الثقافة الصينية، عبر خلاله الحضور عن سعادته مسرحية طريق الحرير يلي بتبرز عمق العلاقة التاريخية والتلاقي الحضاري والتبادل الثقافي بين الصين والعالم العربي. وتم الاتفاق على التعاون واشتراك مسرح كاراكلا في الاتحاد الدولي للمسارح في الصين. وجهك متعب حزين، مثقلة بالأنين، منهكة تصرخين، خسرت آلاف البنين. أطلقت السوبرانو تانيا أسيس أغنيتها الجديدة بعنوان يا قدس، من ألحانة ومن كلمات نادين غسان نصار، كصرخة لإيقاظ شعوب العالم عن كل ما يصيب مدينة القدس يلي بتعتبرها أسيس من أهم المعالم يلي بتجمع الأديان السماوية الثلاثة. لهون مشاهدينا بكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي. وإلى ترندز والزميلة زميلة سرت صالحة. مرحبا. يعني ما كان ناقص تويتر الولعان من يومين مع هاشتاغ إذا وقعت الحرب غير تويت ترامب يلي أعلن فيها الحرب رسميا، لا يغرق التايم لاين من جديد بتحليلات تفسيرات وتنبؤات عن هالحرب، وتحصد هالتويت أكثر من 100,000 تفاعل، 47,000 ريتويت و 45,000 رد، حمل معظمه طابع السخرية من الرئيس الأمريكي اللي وصفوا مواطنين أمريكيين بالأحمق وطلبوا بإقالته عن الحكم ووضع شخص أكثر حكمة منه. البعض الآخر نشروا له تغريدة من 2013 عم يقول فيها أنه هو وقت بده يعمل حرب مش رح يعلن عنها على السوشيال ميديا مثل الأهبل. أما عربيا فغرد المخرج ناصر فقيه وقال: قنابل ذكية بإيد أحمق. جورج مخلوف طمن اللبنانيين الخايفين وذكرهم أنه ولا قنبلة رح تأثر على لبنان لأنه الخرزة الزرقاء عم تحميه. أما أكثر التويتس يلي حصدت تفاعل فهي لمهتدي يلي نزل صورة إجره المبتورة بسبب الحرب وقال له فيها لترامب أنه صار فيه يضرب ساعة يلي بده لأنه ركب طرف اصطناعي وصار جاهز يواجه من جديد. ننتقل ليوتيوب يلي تعرض لعملية قرصنة لأشهر الحسابات المشتركة داخله بمجال الموسيقى، وتم حذف عدة أغاني كانت حصدت أعلى نسبة مشاهدة بتاريخ الموقع مثل أغنية ديسباسيتو، بالإضافة لتضرر حسابات أخرى تابعة لشاكيرا، سيلينا غوميز وتايلر سويفت وغيرهم. وظهر للمستخدمين صورة مجموعة أشخاص مقنعين حاملين أسلحة موجهة نحو الكاميرا مع عبارة فلسطين حرة تحت الفيديوز من دون معرفة الهوية الحقيقية أو الجهة وراء الاختراق، إلا أنه أحد المقرصنين كتب بتغريدة قال فيها أنه عمل هيك من أجل المتعة فقط وطلب من الناس ما يحكموا عليه لأنه هو بيحب يوتيوب. أما آخر أخبارنا فهو مع إنستغرام يلي أضافت ميزة جديدة لمحبي التقاط صور السيلفي، وهي ميزة التركيز أو الفوكس يلي بتساعد على التقاط صورة شخصية أفضل عبر تركيز الكاميرا على الوجه فقط. أيضا عم تجرب المنصة تطوير ميزة جديدة بتشبه السناب كود، يعني بتمكن المستخدمين من عمل رموز وكودز خاصة بحساباتهم ويلي بتيح المجال لأي شخص خاصة المشاهير أنهم يسوقوا عدة منتجات باسمهم عبر وضع الكود الخاص فيهم، وهالميزة رح تكون تحت اسم نيم تاجز. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم، لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.
ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع النهار التي عنونت لهذا اليوم نيران الحرب على مسافة صاروخ. الأجواء الحربية، هل تهدد الانتخابات في لبنان؟ ننتقل إلى الأخبار وفيها قنابل صوتية أو حرب مجنونة. البنك الدولي، شروط باريس 4 لم تخضع للدراسة. ننتقل إلى الأنوار، ترامب يهدد بقصف صاروخي لمواقع في سوريا وأنباء متضاربة حول التوقيت. الحريري، الجهاز الحليلي للدولة عاجز عن تنفيذ مشاريع مؤتمر باريس، الجيش الروسي يراقب تحركات البحرية الأمريكية. ننتقل إلى صحيفة الديار، وفي عناوينها لهذا اليوم استعد يا ترامب. أيضا في الديار، صراع أمريكي روسي على الشرق الأوسط والمنطقة وساعة الصفر تقترب، قرار ترامب بضرب سوريا لا يمكن فصله عن زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا، محمد بن سلمان وعد بدفع الفواتير شرط ضرب وتصفية الوجود الإيراني في سوريا. ننتقل إلى صحيفة المستقبل، أكد محورية التوافق في الإصلاح والنمو وكشف عن اتفاقيات قيد التحضير مع السعودية والإمارات. الحريري، يبدد أوهام صادر، لا مؤتمرات ولا توطين، ترامب لروسيا صواريخنا الذكية قادمة. ننتقل إلى صحيفة البناء التي عنونت لهذا اليوم تغريدات صواريخ ترامب الذكية نهارا تمحوها اجتماعات البيت الأبيض ليلا والقرار لم يتخذ. بري النأي بالنفس لا يطال العدوان على سوريا، وجملات وباسيل وفرنجية يؤكدون اجتماع كهربائي للحكومة والبواخر على الطاولة بمعارضة أكثر من ثلث الوزراء. ننتقل إلى اللواء، احتمالات الضربة أمام مجلس الوزراء والأولوية لمئة صفحة كهرباء، إجراءات احترازية روسية في لبنان وبرودة انتخابية على وقع الخلاف حول النأي بالنفس. ننتقل إلى الجمهورية، مصادرة التمثيل بشراء الأصوات والتهويل، واشنطن وموسكو على خط النار. ننتقل إلى الحياة، وفي عناوينها أمريكا وروسيا تستعرضان قوتهما وترامب يتوعد دمشق بصواريخ ذكية، تجديد سعودي فرنسي على حل لليمن وإبعاد لبنان عن النزاعات الإقليمية. ونختم مع الشرق الأوسط، ترامب يتوعد الروس بصواريخ ذكية في سوريا وموسكو تلعب على حافة الهاوية، واشنطن جاهزة للضربة ونطاقها رهن تنازل كبير، وصول خادم الحرمين إلى الدمام استعدادا للقمة، اعتراض صواريخ وطائرتين والتحالف يتوعد الانقلابيين بردع حازم، عدوان حوثي على 4 مدن سعودية. تذكير بعناوين النشرة، بري دعاة النأي بالنفس يساهمون بالعدوان على سوريا، البيت الأبيض، القرار النهائي بالضربة على سوريا لم يتخذ بعد، تهديد ترامب يغير مسار الشرق الأوسط، عدلنا مسار الطائرات اللي مساء يوم الجمعة اللي يبنى على الشيء مقتضى، بعد بدنا نشوف إذا منمدد ولا خلص اكتفينا بالمدة. ما تبعات الضربة المحتملة؟ روسيا وإيران والنظام في سوريا يعني بالتحولات في الميدان فرضوا أمرا واقعا شديدا لمصلحة، يعني في ميزان قوى اختل ضد أمريكا. بين الأمن والطعن، ما مصير الانتخابات؟ هذا القانون اليوم صار مفعول، نظم كيف بينتخبوا بالدورة المقبلة مش بالدورة هذه. الحريري، مدافعا عن نتائج مؤتمر ساد، استقصدنا أنه يكون في لجنة متابعة منبثقة من الدول والمنظمات اللي حضرت ساد. ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد.tv، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. ألقاكم عند 10:30. إلى اللقاء.